يا عيب مشاكل. الشوم، يا عيب الشوم. كمان ما فيكم تعرفوا صوره الزباله بالطرقات على السي ان ان من 3 سنين شو عملت، وهلا جينا صوره جديده من يومين شط كسروان بالتحديد. بلد اللبنانيه لازم يكون بلد نظيف، لانه اللبنانيه نظاف، يعني نظاف. بلشت اشتغل على الموضوع بلبنان من 2009 مع البنك المركزي بصناعة تحويل مواد البيوماس أو الزبالة إلى كهرباء. عندنا خبرة فيها، لأنه بأمريكا نحن بنحرق 1000 طن من النفايات وبنحولهم لكهرباء. تحويل النفايات لطاقة ولكن بطريقة لا مركزية. خلينا نولد الطاقة نحن من النفايات أو من غيرها، كمان ما قدرنا. للأسف فجأنا انه لغيوا المناقصات. حدا في يقول لي اليوم بعد 3 سنين ليش لغينا المناقصات وشو عملنا بدالها؟ كنا خلصنا وكنا اليوم مش الحال كل لبنان. رحت عملت شيء خاص على مستوى كسروان. نعم. وقلع المعمل من شهر. نحن مستعدين بعد اكثر، نحن مستعدين نموت لهالبلد. مش نوظف مصاري.